كابتن درهام، بداية مبروك بالرفاق الله البنين. يبارك فيك، اشكرك اشكرك، رحم الله والديك، يوم ليلك ان شاء الله لو انت متزوج. اشكرك حبيبي، تسلم لي. كابتن، حدثنا عن القرار اللي صدر اليوم من اللجنة التطبيعية بخصوص ابعادك برفقة زميلك اللاعب علام هاوي. بالبداية انا تفاجأت بهذا القرار، انت مثل ما تعرف يعني ما اعرف، مصدوم حاليا. المهم يعني أنا لو أريد أقدر أسوي مثل الحفلة برا، وأقدر أسويها بقاعة، أخذ موافقات أخذ شيء وأقدر أسويها، بس أنا لأجل أن طو قرار خلية الأزمة أن ما أريد اختلاط، ما أريد شيء اسمه، قلت أوكي أنا سويتها بداخل البيت، واللي شفت الفيديوهات هاي كلها بداخل البيت. أنا قصدت أن تصورون هنا حتى يكون الفيديو واضح، اللي موجودين كلهم ولد عمي ولد خالي. كان عفوا برغام، كان اكو حضور يعني جماهيري؟ اكو جيرانك بالمنطقة؟ لا لا جيراني ولا بالمنطقة ولا اي واحد، الموجودين فقط ولد خالو، اذا تقدر هسه يعني هم موجودين نفسهم، ولد خالي ولد عمي يعني الاقرباء علي. ثاني شيء ان القريبين علي من اصدقاء اللي داخل المنطقة هم اللي اجوا، بس يعني علام هاوي وليد سالم وبسام، بس دول اللي اجوا حضروا. ومثل ما قلت لك الحفل اللي انا سويته بداخل البيت. اني عتبي على الاتحاد ان سمعت هذا القرار، قرار الابعاد اجى مو بمحله، يعني شلون اقول لك، لا هو قايل لي لا سوي مثل حفله، لا هو مبلغني لا سوي عرس، لا هو ماكو، انت تجي تاخذ قرار بدون ما تبلغني بهاي الاشياء، يعني انت القرار خدته شلون على هواك؟ زين، اول شيء يعني انا سويت العرس، رفع الحظر جزئي، الدوائر جاي تداوم، الموظفين جاي يداومون، يعني هسه هم شلون خذوا قرار؟ مو كانوا مجتمعين؟ يعني شلون خذوا بالتليفونات؟ اكيد القرار عبر الدائره الالكترونيه او اتصال هاتفي. او اتصال هاتفي نقول ما يخالف، بس انت يعني هسه ما جاي الشاهد، الدوائر جاي تداوم؟ ما تشوف الموظفين جاي يداومون، ما نشوف من يشيلون الحظر الجزئي، العالم كلها جاي تطلع. زين درغام، يعني خليني انا اكون بالجانب يعني اللجنه التطبيعيه لان غايبين، يعني هم اكيد وجهه نظرهم تكون 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 بين انت نجم ولك اسم، لا ودائما انت لك يعني تصاريح اكثر من تصريح، صرحت بان خليك بالبيت، نشرت اكثر من مره تابعت، هذا القرار عفوا، هذا القرار يعني اللي زواجك وبوجود جمهور، هل يعني هو خطا يعتبره خطا لان انت تروج للتجمعات؟ لا بابا اكيد كل واحد ياخذ بنظريته، بس انا صار لي تقريبا سنتين خاطب، وكل ما ارد ازوج يصير حاله فجاي اجل. هذا الوقت المناسب اللي شفته ان اتزوج به، اول شيء ماكو احد يجيني مثلا، حتى ما تصير اعراض، ما تصير مشاكل، اللي موجودين يعني بس خالو، ولد خالو ولد عمي. وقبل هذا كله اني اتخذت، هو رد اسالك، اتخذت يعني بعض الامور، عقمت البيت، الولد اللي موجودين كلهم، انا حتى بالمايك حكيت كمامة وشفوف اريد، لان لا سامح الله اذا واحد بي راح يعدي الكل، والحمد لله وشكرا، هسه ماكو شيء انت جاي تشوف، تهمني؟ فالمشكله عرفنا من كل شيء، انا ضجت ليش؟ انا ما ضجت على الحرمان ولا ضجت على شيء، ضجت ليش ما تانوا مثل باشر او عقبه؟ ليش القرار طلع اليوم؟ يعني خيراعون مشاعري، قولوا هذا سوى اليوم متزوج، قولوا فرحان، يعني ليش هيك؟ يعني انا هم خدمت البلد وخدمت العراق وهاي لعبت، حرمني اوكي، بس خلي قرارك ورا اربع ايام خمس ايام، مو بنفس اليوم، يعني انا ولا الولد؟ يعني ما والله ما اعرف شو احكي. برغام تحس بروحك مذنب وفق هذا القرار، وفق هذا القرار وقرار مظلوم، يعني قوي مظلوم، مظلوم بهذا القرار، لان هم ما شافوا الحاله ولا شافوا، يجوز شافوا فيديوهات عبالهم بالشارع، لا انا بداخل بيتي بين عائلتي، وهذا حلم اي واحد يريد يتزوج، اني يسوي حفله، اني يسوي شو اسمه، وانا ما مسوي شيء غلط، من حقي عرسي وارد افرح به. زين برغام، قبل اتخاذ القرار او يعني ما اعرف من اجاك اذا اتصال هاتفي من احد الزملاء او من خلال السوشيال ميديا،
اتصلوا بكم من اللجنة التطبيعية؟ لا. من المنتخب يعني باسل جورجيس أو غيره؟ يعني سألوا عن الوضع ليش صار هذا الشيء؟ ما حد أنطاني خبر ولا واحد خابرني ولا واحد قال لي ليش مسوى عريس ليش ما أبد. اللي خابرني فقط رحيم حميد كابتن رحيم حميد وجه له التحية خابرني قال لي شين الموضوع. قلت له كابتن الموضوع هيك وهيك. قال لي أنا خابرني كابتن هيك وهيك وهيك حكال يعني مصلين للفكرة هم. قلت له أنا الحفلة مسويها داخل بيتي داخل بيتي مو بالشارع. قلت له من حقي أفرح يعني هذا عرسي أنا يعني إذا ما أفرح بعرسي شو وقت أفرح؟ فقال لي إن شاء الله ماكو شيء وأنت لا تضوج ولا تهتم إن شاء الله يومين نحل كل شيء. قلت له براحتك. شارع الرياضي يعتب على برغام إسماعيل هذه الفترة هذا الأسبوع أسبوع الأحزان بالنسبة للشارع الرياضي مع فقد الكابتن علي هادي. ما تشوف نفسك استعجلت مع يعني إقامة الزفاف بهاي الفترة؟ أول شيء الله يرحم الكابتن علي هادي برحمة الواسعة والله يصبر أهله إن شاء الله. الناس القريبة علي واللي تعرف أنني عرسي صار أربعة أيام من أجلته. أنا كان يعني قبل أربعة أيام كان عرسي بس أنا الخاطر رحيل كابتن علي هادي أنا أجلته أربعة أيام ما بعد السابع. فاللي قريب علي يعرف أنني أجلت العرس على مود هذا الموضوع. فأنت تعرف أنا اللي ماخذها غريبة. فيعني عيب ان انا اجي الموضوع صار خمس مرات انا اجي. الناس القريبه علي قلت لك وليد على امهاوك يعرفون بهذا الموضوع. خمس مرات صار اجي الموضوع كل ما ارد اتزوج يصير عندي لو حاله وفاه لو صار عندي مشكله لو صار عندي فاجي. فهمني؟ واني يعني سارعت بالموضوع لان انت تعرف انا مقبل على منتخب مقبل على دوري جديد على استحقاقات يعني ف بالوقت اللي راح يجي ما عندي وقت. هذا الوقت الوحيد اللي عندي أقدر فيه. فثاني شيء أنا أعتذر للجماهير العراقية وأعتذر لعائلة الكابتن علي هادي لكن خلي يعرفون إن أنا أجلت العرس على موتهم والله العظيم والناس القريبة علي تعرفوا بهذا الموضوع. كلمة أخيرة تحب توجهها بعد هذا القرار اللي صدر بحقك؟ والله شو أوجه جيت كل شيء سيقول الله يسامحهم وشكرا على الهدية اللي قدمتوا لي اياها اليوم.